الفساد باسم رغيف العيش. التقرير اللي هتشوفوه ده فساد بالجملة، ومع ذلك هنا يعني للأسف الشديد يتم البطش بمن يكشفون الفساد. إهدار حوالي 8 ملايين رغيف خبز مدعم بكفر الدوار من قوت الغلابة باستغلال الكروت الذهبية. والغريب أن مفتش التموين الذين اكتشفوا الفساد والتلاعب في المخابز تم تحويلهم إلى الشؤون القانونية والتعتيم على الأمر من قبل وكيل وزارة التموين. بفتش على المخابز لقيت المخابز من 4/2015 لم يتم محاسبته على الكارت الذهبي. شكلت لجنة من 7 من 6 مفتشين وإداري، طلعت اللجنة حوالي 7,600,000 رغيف، يعملوا حوالي 3,400,000 جنيه. احنا ليه رجعنا الكارت الذهبي ليه؟ او ايه اللي خلانا اهتمينا بالكارت الذهبي ليه؟ لانه احنا قاعدين سيادتك في الاداره، انا ورئيس الرقابه التموينيه وبعض من الزملاء، اقسم لك بالله العظيم جات واحده مسنه عندها 60 سنه بتعيط عايزه 5 رغيفة، عايزه جواب ب5 رغيفة، معهاش بطاقه. راحت لرئيس المكتب قال لها مفيش ولا رغيف، المكاتب المخابز كلها مليانه ومفيش ولا فرن ناقص. في حين ان المفروض ان الكارت الذهبي ده بيوفر لها. معاليكي معاليكي، احنا عندنا 91 مخبز، منهم سيادتك 7 مغلقين، وفاضل سيادتك 74 مخبز شغالين، تمام يا فندم؟ عايز افهم دلوقتي الكارت الذهبي ده المفروض بيوفر للبطاقات اللي هي التالفه واللي مش معاه بطاقه دلوقتي. بتاخد بدل الفائده، خدت بس سعادتك؟ دلوقتي لما حد بقى بيجي يطلب عيش تمام تخيلي معاليك لما يبقى انت عندك في اليوم 74,000 رغيف بيطلع، تخيل المنظر دي، 74,000 رغيف بيطلعوا للخطابات الورقيه فقط لا غير، وليس اصحاب البطاقه. يعني انا عندي 74,000 المفروض اطلع بالخطابات، ورغم عن ذلك ان عندي ناس بتشتكي مش لاقي عيش. بلاقيش عيش، واخره المتابعه بص تلاقي كل فرن من دول تخلص، تيجي العربيات تحمل ديش وله. ان كان يرضي ربنا من سياده الريس مش عارفين بيبيعوه. بيبيعوه. العربيات بتيجي تحمل من جميع الافراح. حين بقى اخذ الاستاذ احمد الصوابي مدير عام الاداره تقرير وراح يسلمه للاستاذ صبري وكيل الوزاره، فاحنا توقعنا ان احنا ناخد الشكر والتقدير على هذا المجهود. فوجئنا بعدها بثالث يوم او رابع يوم يتم تحويل اللجنه الى الشؤون القانونيه. طلعنا سيادتك انا والباشا ورحنا على كل الوزاره ودخلنا التحقيق، امر بيه جبنا خير فيه ان شاء الله. قالوا متحولين للتحقيق. ايه السبب يا عم؟ مين اللي قال لكم اعملوا لجنه؟ مين اللي قال لك شوفوا الفساد؟ ازاي استساعد الكلام ده؟ قال لو كل رئيس، لا ده مدير الشؤون القانونيه قدام الزملاء كلها. مين اللي قال لك شوفوا الفساد؟ قلت له مين اللي قال؟ انت بتتكلم ازاي؟ قال ايوه بيملي لك، شوف يا عم شوف الامور ماشيه ما ماشيه. قلت له شكرا بس خلي بالك الكلمه دي هتشوف اعقابها ايه. احنا عايزين نقول الحاج بقى هنموته، احنا هنموته، احنا هنموت، يعني بنموت بالبطيء، احنا بنموت بالبطيء، فحرام ما يرضيش ربنا. المسؤولين بزي اللي بخافوا، انا ما بخافش لان انا ما بقاش عايز من الدنيا حاجه، انا ميت ميت. زود الدقيق للناس ديت عشان احنا العجز ده من ايه؟ المطحن بيقولوا ما فيهوش دقيق، يعني ما فيش دقيق في المطحن، والعربيه اوقات بتيجي الساعه 3:30 بالليل وانا لسه هعجن وعايز اطلع عيش الساعه 5 قبل الشبكه. الصبح رايحه كذا فرن عشان الاقي ان انا اجيب عيش. السبب ايه يعني ليه؟ السبب ان الفران بتقول ان احنا جات لنا نص الكميه، خاصمين مننا نص الكميه، يعني الحصه ما مش بتيجي كامله. طب الدي بيروح فين؟ معنى كده ان احنا نشك في الفران ان الدي بياخدوه او بيبيعوه او باي حاجه. ليه لهم ادونا عيش؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ زحمه كده مش عارفين نجيب، وتيجي عند البطاقه يروح يقول لك يوم واحد، واللي معاه عيال يعمل ايه؟ انا مروحه ومش واخده ولا رغيف اهو، مش عارفه اجيب ولا على اي فرن. ديت لقمه الغلبان، يعني هي اخر حاجه بيتكل على الغلبان، ولا رز ولا مكرونه ولا لا، يعني انت عارفه كل حاجه غاليه. والله لا تنفع كهرباء تقطع ياخدوا لك، يلا كهرباء تقطع يلا. امبارح برضه ما خدناش عيش برضه. زودوا لنا الدقيق يا جماعه، احنا بنيجي هنا الساعه 9 الفرن بيشطب، بيشطب ليه يا عم الشيخ؟ عشان ما عنديش دقيق. نجيب دقيق، يقول هو بيقول لك اجيب دقيق منين؟ إيه؟ بيروح فين الدقيق؟ الدقيق بيتباع. اقسم بالله يعني ميت من غير عشاء. شو بيتين من غير عشاء؟ بسبب الهيك يا واحنا طب يبقى نموتهم بقى عشان ما ياكلوش. نموتهم بقى، ما كانش بقى يسيبهم نموتهم. بقوا ناشد
الدكتور علي مصلحي راجع حساباتك في قيادات البحيرة، راجع قياداتك في البحيرة. سيادتك يا سيادة الوزير، أنا بعد ما عملت التقرير مدير المديرية أوعز لأصحاب المخابز أول امبارح أنهم يطعنوا في التقرير ويشتكوني في النيابة الإدارية بعد ما حررت محاضر إثبات الحالة وبعتها المديرية، وكان رافض يستلمها، كان رافض يستلم محاضر إثبات الحالة اللي بتثبت إن الدولة لها فلوس عن أصحاب المخابز، بيجامل أصحاب المخابز في الكارت الذهبي. مهما كانت حقيقة الأمر، يظل الغلابة وحدهم يدفعون ثمن الإهمال والفساد والتجارة بقوت المواطنين في وقت عذت فيه لقمة العيش. مي عبد الرحمن، العاشرة مساء. فساد بالجملة باسم رغيف العيش والدقيق. أستاذ أحمد صوابي، أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا بيك يا أبي. أستاذ أحمد، الفساد ده سببه إيه، وهل تم عقابكم بسبب كشفكم للفساد؟ بص يا ريس، احنا عندنا مديرية يعني مش عارف بالظبط، أنا سيادتك اتنقلت من أبو حمص بسبب قضية فساد، مسكت قضية فساد الدكتور محمد سلطان ومدير المديرية نقلوني، لأن أنا مسكت أمين عام حزب النور في أبو حمص مهرب، هو شغال موظف في مستشفى أبو حمص العام، مهرب 37 نوع أدوية محظور باعها خارج المستشفيات، واتعاملت بجناية مش جناحة، جناية في نيابة أبو حمص العامة، وتوقف عن العمل لمدة أربع أشهر. ده بتقول إيه؟ أمين حزب النور في أبو حمص. في أبو حمص السيد أحمد جمعة شعيب. يعني أنت عملت له قضية بتهريب 37 نوع أدوية من أدوية مستشفى أبو حمص المحظور باعها خارج المستشفيات. ومعقول يتم عقابك عشان كده؟ للأسف الشديد الدكتور محمد سلطان واتحداه يرد علي، اتصل بي بالتليفون. محمد سلطان المحافظ؟ انت عملت المحضر ليه؟ المحافظ وقتها يعني. بيقول لي انت عملت المحضر ليه؟ والدكتور ومحمد والاستاذ صبري سعيد وكيل وزاره بيقول لي انت عملت المحضر ليه؟ يبعت لي مذكره ويشوف لي اسباب المحضر ده ايه؟ قلت له يا فندم ده احنا كنت رئيس لجنه للتفتيش الشمالي من وزاره الصحه والسكان بدون هو. والعقيد هو وفد الشرفي مباحث تمويل. طيب العقيد هو البدر مباحث تمويل. يعني انا حته المايله اللي انت قدرت تسيطر عليها يا وفد الايه؟ ما كان معايا ناس مباحث تمويل. طب والوقائع بتاع الدقيق بقى، هل فعلا بيتم تهريب الدقيق بهذا الشكل؟ بص يا ريس الاستاذ صبري كان اداره تمويل كفر الدوار على مدار سنتين، هو بقى له سنه واربع شهور حصل فيه ترصيد على المكن بتاع المخابز وصل 28,380 شكار دقيق، يعني حوالي 1480 طن دقيق رايحين على الدكري، ثمنهم 7,515,600. لا دول ايه بقى؟ دول بيروحوا فين؟ دول يا ريس عباره عن دقيق، المفروض المطحن سيادتك بيسلم المخبز كميه من الدقيق على اساس المخبز يطلعها عيش. المخبز بياخد الدقيق يطلع نصه ويبيع نصه. اتركنت الارصده على المخابز معايا اتركنت الارصده على المخابز. الاستاذ صبري سال الاداره بدون محاسبه وما رحتهاش خالص، يعني الاداره الوحيده اللي شافها الاستاذ صبري وغفل عنها متعمدا على مدار سنتين. لا انت بتقول هنا المخبز بيطلع نص الدقيق وبيبيع النص الثاني. بياخد يا ريس المفروض مثلا كل مخبز بياخد حصه بيطلعها بالكامل دقيق، بيطلع نصها بس، بيطلع نصها وبيودي النص الثاني فين؟ نعم فندم. بيودي النص الثاني فين؟ بينباع سيادتك في حاجه اسمها في ناس عندها مناخل قطاع خاص بينخلهم يطلع كميه من دي فاخر يبيعه ويبيع الردي، يعني بيبيع دي براني ما بصنعهوش. طب انت كشفت ده ايه اللي حصل لك؟ انا كشفت شفتك وعملت تقرير مكون
من ثلاث تسع ورقات بيقول ان عندي 73 فرن من 91 فرن متصرفين في كميه عيش قدرها 7 مليون و 700 الف رغيف، ثمنهم 3 مليون و 400 الف جنيه، بالاضافه الى كميه الى 28 الف و 380 شكار دقيق. طب كويس اهو، يعني انت هنا انت بتكشف الفساد اهو. طب ده الحساب في الفساد وعملت له تقرير سيادتك على 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 طبق منفضه زي ما بيقولوا، وبعت لمدير المديريه، للاسف مدير المديريه حط التقرير عنده لمده 30 يوم وسكت. بعت له جواب ثاني بقول له سيادتك نعمله ما ردش عليا. اضطريت نعمل محاضر اثبات حالي وبلغ المديريه وبلغ الناس، وفعلا وفعلا عملت 73 محضر، واستطعنا ان احنا نجيب الدوله 3 مليون و 918 الف جنيه من الكارت الذهبي للخبز اللي ضاع على الدوله. يعني انت راجل بتعيد للدوله اموالا وبتكشف فسادا واهدار مال عام، ومع ذلك هنا الناس عاقبوك يعني. دي ثاني مره يا امبيه يعني، لان ما بيهمش بتوع بيقدموا لك فسده اللي بتحس بالنور يا وائل بيه. ده انا مسكت مع عند الاستاذ شعيب 190 فاتوره محلول 5% اللي هو مخصص للمستشفيات. امبولات يا وائل بيه بتاعت مخدرات ممنوعه دلوقتي جايه في السوق، جميع ادويه المستشفى. امبولات دي مسكتها ازاي؟ فين كانت؟ فين؟ كانت عنده في محلاته. ما هو الزراعه الاقتصادي، الزراعه الاقتصادي حزب النور وامين حزب النور طبعا. دي الواقعه بتاعت امين حزب النور يعني. ما اتنقلت بسبب واقعه حزب النور، وعشان الدكتور محمد سلطان يرضى احمد عزامي ومحمود رشاد اعضاء مجلس الشعب راح نقل من ابو حمص وداني كفر ضيار. انا بقول له سيادتك افتح تعيد معايا نعم تدي وفي جدع عمي. طب وفي كفر الدوار كشفت فساد الـ 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 التموين ودوك فين بقى؟ لا قالوا لي كفر الدوار ركنوا لي على باب بلد. ما هو قالوك فين؟ كفر الدوار يقولوا لي ما بحبش يدوا كفر الدوار. اكتشفت فساد كفر الدوار راحوا شايلين لي خلاص على جنب وركنوني على جنب. قالوا متشكرين. قعدوك على جنب؟ على جنب على جنب. وخلوا انت شويه وهتقرب على حلايب ان شاء الله. بالظبط كده حلايب وشلاتين يا ريس، حلايب وشلاتين يا جماعه. يعني من يكشف فسادا علينا ان نسانده ونقف جنبه بدلا من البطش به. اتفضل. انا اتحدى، انا بقول اهو على ما على على ما على المسمع، اتحدى اداره زي اداره ابو حمص او كانت من افضل الادارات اللي كنت بديك الاول في كل الشغل. طيب رحت كفر الدوار طلعت مشاكل كفر الدوار يا وائل بيه. كفر الدوار فيها حوالي 17,000 فرد من دفين مواليد بدون وقت حاجة بدون ساعة ونص بياخدوا تموين وعيش. 17,000 فرد مضافين بدون وجه حق، بدون وقت حق، وبلغ المديرية. وللأسف إدارة التفتيش المالي في المديرية بس ثم بكم فهم روع مهو، لا ما فيش حاجه خالص، لا إجابة ولا أي شيء، ما تجاوبش على أي شيء. أروح اسمها مخبرة، أقول لها جواب ما تردش عليه، أروح الجواب جواب يروح لكل وزارة ما يردش عليا. كل واحد يا وائل بيه دافع عن كرسيه، يا وائل بيه مديرية تمويل البحيرة للأسف الشديد دور الفساد، عش الضبابير، عش الضبابير. واتحدى واحد يجي في الوقت يقول لي معلومه خاصه من الربيع. طيب يعني والله يا جماعه كلام في منتهى الخطوره، معناها انك تقول تحيا الفساد، وانه الفساد ينتصر، وانه اللي عايز يعني يعيش هو كان ممكن يمشي جنب الحيط يعني ويشاهد فسادا ولا يطنش، لانه في النهايه للاسف الشديد بعض الفاسدين اقوى من مؤسسات الدوله، وعلى استعداد للبطش باي مسؤول يكشفهم يفضحهم يعريهم بهذا الشكل. استاذ شعبان مراد بسرعه. يا استاذ شعبان ايضا انت
كنت في الواقعه دي تم البطش بيك كمان يعني استاذ شعبان. طيب بس